يريد البلد لو نحن بدينا نخون الدولة وحصل كارثة وضرر للدولة نحن هنمشي وين؟ يعني لما بيدير البلد أول ناس هيضروا غير نحن ده. لكن احنا بنتكلم عن إزالة الكنائس والناس بتبتدي يقول انه انتوا قاعدين تنقلوا اخبار كاذبه عن الدوله. ما في زول يا جماعه بيشيل اصبعه وبيقص بعينه. واحنا ممكن نرضى لسوداننا علشان ما يحصل فيه اخبار. كنائس قصه وحنستمر نقول كنيسه كسر. كسر اي كنيسه بنقول كنيسه كسر. الان 27 كنيسة في ولاية الخرطوم معرضة للإزالة. 25 مع الأسد، نصيب الأسد، شرق النيل. وده عارض لمعتمد شرق النيل حقيقة. 25 كنيسة. كنيسة واحدة في الصور. كنيسة واحدة في جبل أولياء، مع إنه بسمع قال في كنيستين في جبل أولياء، لكن على حسب الدوكم اللي يسموه سندات العندي كنيسه واحده في جبل اولياء معرضه للازاله. عايزين نكسر كنايسنا سووا شنو؟ قال عشان احنا عملنا اعتداء على الاراضي الحكوميه. طيب منو ما متعدى؟ ما كل المواطنين الموجودين في اماكن من المناطق العشوائيه اللي ماشيين يكسر فيها الكنائس اعتدوا. قعدوا هناك عملوا مساجدهم وبنوا كنائسهم وقعدوا. طيب هل الكنيسه هي الوحيده المعتديه؟ ليه ما يقولوا ازاله المساجد والجوامع والزوايا والكنائس علشان ما يكون ده انصاف؟ هنا بنقول اعصار ده تخطيط. لكن واضح استهداف للكنيسه. ولما هنا بنتكلم بنقول ده اضطهاد بيقولوا لا ما تقول اضطهاد. طيب نقول شنو؟ انت ما بتكسر الجامع، ما بتكسر زاويه، ما بتكسر اللي بيكسر الكنيسه، عارف بتكسر الكنيسه، انا حقول شنو؟ احنا بنترجى انه يخصص لنا اماكن، احنا مع الازاله، احنا مع القانون. خليه يخصص لنا اماكن يقول يا جماعه عارفين ده محلكم ومحل ده مخصص للغرض الفلاني او للشخص العلاني، احنا بنقبل، يدون محلاتنا، احنا بنخلي الكنائس تتكسر، ما في مشكله اساسا. احنا مع الدولة، احنا مع القانون. لكن لما تيجي عايز تسيبني وما عايز تديني مكان علشان ما انا اتعبى فوقك، انا فكرة انه دي مسألة ما من الانصاف. المسلمين، وانا لما بتكلم عن الاسلام ما بقصد المسلمين، لكن انا بقصد ما يمارس ضد الكنائس. عندهم فرص يمارسوا شعائرهم الدينية بتصديق اماكن لهم، لكن انا كمسيحي ما بصدق لنا مكان للعباده. وهنا بنسمع وبنشوف لما يبنوا بالنوم تقوم الصباح تلقى زاويه هناك وتلقى مسجد هناك وعلى الخير فلان فلان من الدول والاعلام من الدول الاعلاميه، لكن الكنائس ما بتكسر. ولما نتكلم يقولوا انتم خوان. حقيقة تصريحات المسؤولين، بعض المسؤولين بعد انفصال جنوب السودان أثر تأثير، وأنا بشوف أنه يمكن ده المخطط أنا بشوف الماشي حاسس عليه. بعض المسؤولين هم صرحوا بيقول أنه بعد انفصال جنوب السودان، السودان أصبح دولة إسلامية 100% وما في أي كنائس ثانية جديدة تصدر. إحنا قلنا يمكن ده كلام، بنشوف كلام في الجرائد، يمكن ده كلام جرائد وده كلام سائد. لكن يبدو انه الشيء اللي ماشي بنشاهد اليوم ده يبدا فعلا التصريحات. ما في كنائس يصدقوا الموجوده يكسروه علشان ما عندنا مستندات وما يدوك مكان عشان تجري تصدق لها الكنيسه تجري كده تلقى محل بلوك قدامك مكتوب في جراج. يا جماعه كونوا عايزين يزنوا لنا 27 كنيسه ولاية الخرطوم هذا مخطئ. في بعض الكنائس ممتلكاتها صادرون. بعض الكنائس داخل قلب الخرطوم مشمعين ومقبلين ممنوع ممارسه النشاط الديني
النشاط الروحي هناك. شنو الغرض؟ شنو الغرض؟ الناس كانوا يكون في تخدير الفلاحظ ما يكسروا يخصونا أماكن ويكسروا نقل مدرات وزارة الإرشاد. عندنا قسم كبير في وزارة الإرشاد اسمه قسم شؤون الكنائس، ومع الأسف ما في ولا كنس واحد صغير تلقى جوا هناك. والقسم ده كمجلس الكنائس طالبنا به بيدي خالص. لما نطلب كتب قبل انفصال جنوب السودان عاين لنا واحد ما انه قسيس سياسي، لكن احنا جبناه اسمه عادي امبرز، وقلنا كويس ما في مشكله حتى لو هو سياسي، لا لكن طالما هو مسيحي وهو قسيس معنا معنا بنقبل. ولكن بعد موت عادي امبرز الامور رجعت زي ما كانت، وابتدينا ثاني من جديد نقول يا جماعه المكتب ده حقنا نحن عايزين نحن كمسيحيين ندير شؤون المكتب ده، ولكن ما في زي ما والمدير شؤون كنائسنا في وزارة الإرشاد ناس لا يفقه ولا صفر عن المسيحية، ما يفقه شيء عن المسيحية حقيقة ولا يعرفون شيء عن العقيدة المسيحية. فكأنه إحنا ما عندنا قساوسة أكفاء ولا شيوخ مقتدرين يقدروا يديروا شؤون كنائسنا. أنا متأكد لو أنا شعرنا أنا قسيس فطاني عشان معنا يدير شؤون بتاعة المسلمين بعقيدتهم أكيد هنكون في طرجة. طيب ليه يفرض علينا نحن كمسيحيين ناس يعني ما بيعرف إيه الشأن المسيحي علشان ما يديروا شؤون؟ كمجلس الكنائس هنا ما زلنا بنطالب بالقسم ده يحط لنا قسيس يدير شؤون. النقطة الرابعة التربية المسيحية، أبنائنا وبناتنا الطلبة يعني ما بيحظوا بأن يدرسوا التربية المسيحية في مدارس، وبحجة ميتة جدا أنه ما في معلمين متخصصين أكفاء بيقدروا علشان ما يدرسوا التربية المسيحية. لكن السؤال بيطرح نفسه، من المسؤول عن تأهيل المعلمين؟ معلمي التربية الإسلامية من المسؤول عن تأهيلهم؟ مش الوزارة؟ مش الحكومة؟ ليه الحكومة ما تأهل لنا معلمين يدرسون التربية المسيحية بجانب التربية الإسلامية؟ عملية حاجة ما مربوطة، حاجة ما مربوطة. يعني الطالب المسيحي يعني بنشوف النفسية بتاع الطالب المسيحي في الوقت الراحل. بنشوف زميله المعاه في الفصل بياخذ تربية إسلامية وهو بيطلعه برا. يا معلوم يقبل يدرس تربية إسلامية لأنه ما أقبل. يا بطلع برا يا يدرس. بيضطر يطلع برا. لكن نفسية الطالب بيفتكر شنو عن المعلم؟ بيفتكر شنو عن زميله؟ وبيفتكر شنو عن الحكومة؟ احنا ما نقول ديري يا صغار ما بيفتكر ديري يا العولمة. نفسية الطالب ده لما هو يوم الجمعة عايز ياخذ راحته وبيشوف يعني بيطلع عشان يمشي لمركز تربية المسيحية المراكز اللي عملتها الكنيسة عشان تنقذ الموقف ده، هو بيشوف زميله في الحلة يعني قاعد ما بطرحته وهو ماشي عشان يدرس. على مدار الأسبوع الطالب المسيحي في المدرسة في الدراسة، وده يخلق نفسية هذا حالة نفسية ما كويسة داخل الطالب. يعني أنا بشوف أنه أكيد أبنائنا ما مرتاحين وبنشوفه ما في انصاف وبنشوفه كانه قاعدين يميزوا. لو نحن يا جماعه عايزين مواطنين صالحين في المستقبل احنا محتاجين نغرس الروح ده. انصاف في تعليم التربيه المسيحيه والاسلاميه مع بعض. انصاف في التربيه ده بيخلي معلومه
الدول اللي بيشوف حاسس صغير بكرة ده بعدين بيشوف أنا ما أريد أن أصور عشان بعدين ما يقوموا بيقول فكرته الناس دي كان زمان يميزونا وما بيدونا مجال حاجات معلومة مش كويسة. النقطة الخامسة الانتقالات واستدعاءات للخدام ومصادرة ممتلكات الخدام. البداية كانت 2013 والسيناريو كان سيناريو غريب جدا. بدأ بالأجانب بنسمع كل مرة فلان قبضوه وفلان عبدوه وفلان شال منه حاجاته. كنا بنسمع حاجات كان حاجة جديدة بالنسبة لنا لأن أول مرة حقيقة كمسيحيين نشاهد المشاهد ونسمع تلك الأقاويل. تحركنا كمجلس الكنائس علشان ما نسأل يا جماعة شنو الحاصل شنو؟ قالوا لنا كلام ممكن أقنعونا به حقيقة. قالوا لنا احنا ما عندنا مشكلة مع الكنيسة السودانية وما عندنا مشكلة مع الخدام السودانيين، مشكلتنا مع الأجانب. وكان لومونا قالوا لنا انتوا يعني كقصاصة ما شافوا شغلكم وما عارفين شغلكم، انتوا بتخلوا الناس دي يخربوا خرب اقتصاد البلد. وقدامكم ناس موجودين معاكم. الأموال بتيجي خاشة السودان وبتطلع بتيجي خاشة اللي بتطلع. احنا قلنا ايوه إذا ما صار فلوس زي ده احنا دي بلدنا. ما ممكن هنا نشاهد اقتصادنا يتدمر ونحن عايشين في البلد ده، ما هنا مضطرين. قلنا خلاص يبتدوا يبعدوا الأجانب صادروا حاجات صادروا في النهاية بعد ما كل الأجانب طلعوا قبلوا عليهم بدوا بالمبشرين أسوار في خدمات وبعدها شوية 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 وصلوا إلى مرحلة استدعاء الجسوس وشوية شوية اعتقالات الجسوس ومصادرة ممتلكاتهم. هذا الشيء اللي تم. حقيقة يعني حاجات غريبة ما حصلت قبل كده. كخادم منذ 96 ما حصلت الحاجات اللي حصلت دي ما حصلت قبل كده. وقال لنا سعد في شنو الغلط؟ في شنو الغلط يا جماعه؟ في شنو الغلط؟ ليه الممارسات دي بيتعاملوا معايا؟ بعض الناس بيقول يا جماعه هي رايح ما خلاص الموت كان نطلع ما نموت. انا بقول لا المسيحيه ما علمتنا العنف. خلينا نذكر خلينا نشوف دور. ودي الحاجات الحصارة. ويمكن اخر شيء تم هو القصاص الماسي اللي حكم عليه. نقطة سادسة الملصقات التي ترصد في الشارع وتكفر المسيحيين عياد الكفار. ومع الأسف الأجهزة الأمنية الموجودة هنا ده الملصقات دي بيعلقوها في عيونهم وبيعايروا الناس بيعلقوا الملصقات وما في زول بيقول لا ما في زول بيقول لا ده خطأ. هل حكومتنا راضية بأنه يسمونا نحن مسيحيين كفار؟ المسألة دي يا جماعة ما بتخلق فتنة دينية؟ لو واحد مسيحي يتجرى وطلع منشور وعلق الرد فعلا للمنشورات المعلقه في الشوارع اللي قال المسلمين مسلمون كفار يا مسيحيين لا تتعاملوا معهم كفر المسلمين رد فعل هيكون شنو؟ اكيد هيقول ده اضراب الدين اضراب الاديان واكيد هيحدث عنف. ودي حاجات يعني صعبة أنا متحيي. هل حكومتنا قبلانا بأنه يشوف يوم من الأيام حدث ده عنف في الشارع بسبب الأديان؟
احنا قاعدين نحدد الناس لان المسيحيه ما علمتنا ان نكفر الاخرين. المسيحيه محبه للجميع. لا يمكن انا كمسيحي اقول لاخي المسلم انت كافر او اختي المسلمه انت كافر. لا يمكن ان الكلام ده يقبل المسيح. طالما بنعبد الله الواحد آية كبيرة في الكتاب المقدس اسمعوا يا إسرائيل الرب إلهنا الرب واحد هو إله الخالق السماء والأرض. طالما بنعبد إله واحد شنو اللي بيخلي أنه يكون ده كفار وما ده كفار؟ وبعد شوية لو فضل حب الدين الإسلامي يقول له أنت مزدري بالأديان. طيب ده ما إزدراء بالمسيحية، ده ما إزدراء بالمسيحية. احنا بنناشد أنه يا جماعة الأفعال دي دي لأنه صح هنا في الكتاب المقدس ما عندنا ولا آية يشير لها، لكن الإنسان هو إنسان لما يوصل مرحلة معينة بينفرد. ودي الحاجة اللي احنا ما عايزين تحدث. المحبة المسيحية خلينا نحن نحب الجميع، وبنحذر أنه ما في أي زول يعلق ولا ملصقة صغيرة يسيبه إلى المسلم أو الإسلام. في بيوتنا عندنا مسلمين عايشين معنا. انا شخصيا عندي اخوان مسيحيين اشيكا مسلمين، انا قسيس عندي اخوان مسلمين عايشين ما في مشكله. لكن في الاونه الاخيره في حاجات مش معروف ما مظبوط. لنشط الممارسات دي تكفي. النقطه السابعه الاجهزه القوميه التلفزيون والاذاعه. أين المسيحية من هذه الأجهزة؟ يقول لك الأجهزة القومية. طيب كويس، احنا ما عندنا اعتراض. صلوات الخمسة بتنقل، برامج إسلامية بتنقل، نقل شعائر صلاة الجمعة مظبوط. لكن لما يجي ولا تحمية للمسيحيين بعيد الكريسماس ويقول لك ده جهاز قومي، طيب هنا وين؟ هنا وين؟ هنا مواطنين في البلد ده، هنا ما قوميين؟ يطلق علينا. ولا مرة في الشهر السابق يقول يا جماعة هنا ننقل برامج عن الكنيسة صلوات الكنيسة الفلانية، على الأقل المسيحيين اللي معانا معروف يشعر أنه نحن جزء لا يتجزأ من البلد ده ونحن عايشين مكرمين معززين في البلد ده. ما في حاجة بيعمل للمسيح. فأنا بسأل شنو المشكلة؟ شنو المشكلة لو حنيتونا؟ شنو المشكلة لو نقلتوا برامج إن شاء الله مرة في الأسبوع، مرة في الشهر عن الكنائس المسيحية، عن المسيح بسأل شنو المشكلة؟ النقطة الثانية عطلة عيد الكريسماس. وأنا قاعد أسأل يا جماعة هل ظهر اسلام جديد في السودان ولا ده الاسلام اللي احنا لقيناه مما ولدوني في البلد؟ لو ده الاسلام اللي احنا لقيناه في البلد مما ولدوني في البلد ده احنا قمنا لقينا يوم 25 ده عطله رسميه في البلد والمسلمين بيجوا بيحنونا ونحن بنتبادل تحاني العيد. ولما يجي اعياد المسلمين اول ناس يكون صباحين علشان يحل المسلمين لانهم المسيحيين لانه مالوف دي القوه. دي القوه كده. لكن يجي وقت يعني ينقصر جنوب السودان يقول لا ما في عطله للمسيحيين. المشكله شنو؟ عشان اقليه. ما من زمان ما هنا كنا اقليه، يا في يوم من الايام المسيحيه بقت اغلبيه في السودان، ما من زمان كنا اقليه. وكنتوا بتحنونا وكنتوا بتجونا بتسلم علينا والوزراء بيوزعوا للكنائس علشان ما يحملوا المسيحيين. الاخوان بتاعنا والجيران بتاعنا بيبادلونا تحاني، شنو الجديد؟ ولا عايزين يقولوا ما في كلام الغالبو السودان دوله اسلاميه 100%، عايزين يقولوا ما في مسيحيين في السودان لكن بنقول نحن موجودين. وي ار هير. المسيح ما ينتحر من السودان، المسيح ما زال موجود. وواحدة من الأشياء اللي ساهمت حقيقة في التعايش الديني في السودان عطلة عيد أعطال الأعياد المسيحية اللي بيدي فيه عطلة رسمية والناس بتخش وبتبادر التهاني وبتبارك لبعضها البعض
ساحة ما في أنه نحن نعيش كشعب مميز متفرد حقيقة على مستوى البلدان العام. لأنه ما في مسلم عنده مشكلة مع مسيحي. المشكلة هنا المشكلة في السلطة. جيراني مسلمين بنقرا مع المسلمين في المدارس. يعني ما في زول بإعداد هذا الزول الثاني. لكن المشكلة هو شنو؟ السلطة. يبدو أنه يا جماعة يعني أنا ما في قضايا كثيرة كان مدير سيرة أنا مدير فكي بثمانية نقاط لكن خلونا نقول الكلام ده في بعض الجهات هي بتفتكر بممارسة هذه الطغور على الكنيسة السودانية ستستطيع أن تنهي وأن تقتل المسيحية المسلمة. وأنا بقول كلام ده في لأن حاجات ما حبس في فعل الجهاد وبنقول ده شنو اضطهاد. لما نقول اضطهاد قاعدين نقول لا ما تقولوا ده اضطهاد. طيب يا جماعة نقول شنو زول بيكسر الكنائس بتاعتك زول بيمنع منك الكتاب المقدس علشان ما انت ما تقراه ما بيصدق الكنائس بيقفل الكنائس بيصادم ممتلكات الكنائس ما بيعلم عيالك التربيه المسيحيه بيعتبر الخدام وبي يعني بي بي ما 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 بديك فرصه ما بديك فرصه علشان ما تكون مسؤول في مكان بتاعتك يقول لك زول ما من عقيده كثيره. نسمي الحاجات دي نسميها شنو؟ نسميه اضطهاد يقول لا ما تقول اضطهاد ما نسميه شنو يا جماعه؟ خلينا نسمي يا جماعه الاشياء بمسمياتها. هذا يعتبر هذه اضطهاد واضح. ولكن الجهاد اللي بتفكر انه هي بتمارس الحاجات عشان ما تنهي المسيحيه، انا بقول المسيحيه ما تنتهي من السودان. اذا يوم من الايام اتمسحت خريطه السودان من خريطه افريقيا زمن ذاك هيكون معلومات عن اسم المسيح. لكن طالما السودان موجودة السودان موجود كقطر في هذه القارة السمراء اللي بنحبها المسيحية هتستمر لحين عودة سيد المسيح الذي له كلام. المسيح ما عاد ينتهي زمن انتهى زمانك في ايام المملكة النوبية القديمة زي مسيرة جبال. المسيح جاءنا من كده ما جاءنا من جنوب يا جماعه جاءنا من كده جاءنا من الشمال. وبنقرا في تاريخ العرب المسلمون يهاجمون النوبة المسيحية ده تاريخ احنا قريناه. ويشرفنا وشرف عظيم انه اول مسيحي سوداني وزير الملك المشهورة كان ذاك مذكور في الكتاب المقدس. الملك المذكور والوزير مذكور في الكتاب المقدس شرف لنا. فالناس ما تقول المسيح يعني هيجي يموت يوم من الايام. لما نيجي نختار المسيح انا ماشي نختم معلش يمكن يكون الكلام كثير لكن انا عايز اقول لما نخترنا المسيح ما اخترنا الراحه الجسديه اخترنا الراحه الروحيه. ولكن بنعرف حقا ان في الم وفي متاعب في الجسد لأن كتاب المقدس بيقول لنا في كثرة الآلام ينبغي أن ندخل مدرسة الله. بناء المنفر بالمسيح آلام والرب له المجد بيقول أنه في العالم سيكون لكم ضيق لكن ثقوا أنا قد غلبت معه في ضيق. وهو يكلمني يشجعنا بيقول لا تخاف من الذين يقتلون الجسد اما الروح فلا يقدر ان يفعل به شيئا. تعالوا بالحري اريكم من يخافوا خافوا بالحري من الذي يقدر ان يقتل الروح والجسد كليهما في نار جهنم. من هذا اقول لكم خافوا ده الاله الذي بنخافه اللي يقدر انه يرمي الانسان جسدا وروحا في نار جهنم.
لكن علشان المسيح يقولوا على شجرة تخوفنا وهذه المسيحية، المسيحية كانت كده. تاريخ المسيح كلها اضطهادات، كلها آلام، كلها متاعي وموت. أنا عايز أختم بمناشدتين. المناشدة الأولى، أناشد الحكومة السودانية بأن تلبي لنا هذه المطالب الثمانية. اثنين، أنا بناشد حقيقة إخوتي المسيحيين في عدم العنف. إذا الحكومة مصرة عايزة تكسر الكنائس، خليها تكسرها، لكن ما نستخدم العنف. السودان منكوبة بمشاكلها، مشاكلنا كثيرة في السودان، ولو كسر الكنائس واعتقالات القدام منع الكتب المقدسة وكل الأشياء اللي بتمارس السودان، لو أشياء دي يا جماعة بتجيب سلام، بتجيب استقرار، بتعالج مشاكل السودان، بنكون أحلى. مارسوا كما ما في مسيحي يستخدم عنف، سواء كان كل العنف بكل أنواع. لا تطلع كلمة كعبة، لا تطلع كل تقفر كلام نجيب الله. نجيب نصلي يكسر كنائسنا، ولكن لن تتوقف العبادة بكسر الكنائس. المأمات من الكسرات دي هيكسروها، وهنجي نجيب منابرنا متحركة ندقها في الشوارع وهنصلي، وده المكان الوحيد اللي هنا معلوم بنعاصره الحكومة. إذا الحكومة تقول هنا بنكسر عشان المسيحيين ما تصلي، لا أنا هنصلي في الشوارع، نكسر كنائسنا، لكن معلوم هنصلي في الشارع، ندق منابرنا في الشارع، ترانيمنا تصعد للسماء. ده اللي مناشدتين. أنا عايز أختم به اللي فرصة ليا وشكرا. إذا الشكر الكل، الشكر للممثل مجمع الكنائس السوداني، يتكلم في العديد من المواضيع شكل الاضطهادات، وهو قال الحكومة السودانية ما يقول اضطهادات، لكن ده طبعا اضطهاد وواضح ومعروف ومنهج ومرتب. خطاب السيد الرئيس واضح في الوظائف بعد انفصال جنوب السودان، كلام واضح انه الدوله السودانيه بعد انفصال الجنوب اصبح دوله عربيه اسلاميه، وكلام ده مرفوض جمله وتفصيلا. تكلم في المعتقلات بتاع القساوسه والاسباب بتاعتهم والممارسات السيئه ضد المسيحيين داخل الدوله السودانيه. وزي ما قال احنا في السودان، السودان قبل ما تكون هي السودان دوله ناسج من دول ثانيه او دخول العرب الى السودان، السودان كانت دوله مسيحيه بحته معروف في تاريخه. فمن الصعب جدا لاي سبب من الاسباب انك تقدر يعني تمحي تاريخ في القارب وزوء القدم، وتقدر يعني تزيد المسيحيه من السودان، وتزيد المسيحيه تظل